ام جي 5 موجودة في مصر حاليا بثلاث فئات، الفئة الأولى كلاسيك، الفئة الثانية كومفورت، الفئة الثالثة لكشري، واللي معانا في التقييم النهاردة هي الفئة الثالثة ام جي لكشري. طول العربية 4.60 متر، العرض 1.82 متر، الارتفاع 1.49 متر. لاحظ هنا ان ارتفاع العربية بيقل عن عرضها باكتر من 30 سنتي، وده بيعزز الثبات. نلاحظ كمان العرض الكبير للعربية في فئتها لراحة الركوب 1818 ملي، تقريبا 1.82 متر. قاعدة العجلات كبيرة 2.68 متر، وسعة الشنطة الخلفية 512 لتر قبل طي الكنبة الخلفية، ودي سعة كبيرة للعربية في فئتها في مصر. الخلوص الأرضي أدنى ارتفاع للسيارة عن الأرض 15.5 سنتيمتر. وزن السيارة بدون حمولة 1230 كيلوغرام، وسعة خزان الوقود 45 لتر. العربية بتيجي بمحرك 1500 سي سي متصل بناقل حركة أوتوماتيك سي في تي من 7 سرعات مخلقة وهمية، في منظومة بتدينا 120 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة، وأقصى عزم 150 نيوتن متر عند 4500 لفة في الدقيقة. نظام التعليق الأمامي ماكفرسون، ونظام التعليق الخلفي قضيب التوائي تورشن بيم، والفرامل الأمامية والخلفية قراصية ديسكات، وتوجيه عجلة القيادة الباور ستيرينج كهرباء بثلاث درجات تحكم طبقا للطريق والسرعة. أنظمة الأمان، نبدأ بأنظمة الفرامل المجهزة في جميع فئات العربية. مانع انغلاق الفرامل Anti Lock Brake System ABS. التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة على العجلات الأربعة طبقا للوزن Electronic Brake Distribution EBD. تحكم في الفرامل في المنحنيات Cornering Brake Control CBC. تحكم الاحتكاك والانزلاق Traction Control System TCS. التحكم الديناميكي في السيارة Vehicle Dynamic Control VDC. تحكم في التوقف على المرتفعات هيل هولد كنترول HHC، مساعد المرتفعات هيل اسيست، ونظام وبرنامج الثبات الالكتروني الكترونيك ستابيليتي بروجرام ESB، بالاضافه لانظمه امان اخرى زي نظام مراقبه ضغط الهواء في الاطارات تاير بريشر مونيتورنج سيستم، وفرامل يد الكترونيه كهرباء مع نظام اوتو هولد يمكن استخدامه عند التوقف في الاشارات لاراحه القدمين، وسائد هوائيه اماميه للسائق والراكب في الامام، ووسائد هوائيه جانبيه سايد اند كيرتن ايرباجز، عدد الايرباجز 6 في الفئه العاليه، وتثبيت لمقاعد الاطفال بنظام ايزوفيكس في الكنبه الخلفيه، ونظام مانع للسرقه انجن ايموبلايزر. خارجيا العربيه مجهزه بمصابيح اماميه ليد في اعلى فئه، كما يوجد تشغيل اوتوماتيكي للمصابيح الاماميه، كما توجد مصابيح اضاءه نهاريه داي لايت ليد DRL تعمل مع تشغيل المحرك، وأضواء شبورة أمامية وخلفية فوج لايت، والمرايات الجانبية تعدل كهربائيا كما أنها مرايات غلق ضم كهربائي بها تسخين سخانات كهربائية، كما توجد فتحة سقف كهربائية وحساسات للركن خلفية في الاكصدام الخلفي، وكاميرات للركن أمامية وخلفية وجانبية في المرايات الجانبية، ومنظومة رؤية 360 درجة للمساعدة على الركن، وجنوط سيارة جنوط سبور 16 بوصة بمقاس إطارات 205/55. التصميم الداخلي، فرش السيارة وكذلك بعض التطعيمات في التابلو والأبواب من الجلد باللون الأسود أو باللون البيج اختياريا بدون تكلفة إضافية. الكراسي الأمامية للسيارة للسائق والراكب في الأمام تعدل كهربائيا، بالنسبة للسائق يعدل كهربائيا في 6 اتجاهات، وبالنسبة لكرسي الراكب في الأمام يعدل في 4 اتجاهات بدون رفع أو خفض، ويوجد تكييف اوتوماتيكي ودخول السياره بدون مفتاح الدخول الذكي زر البصمه، وايضا تشغيل ذكي للسياره بدون مفتاح مفتاح ذكي زر ستارت انجن، ومثبت سرعه وسخانات في الكراسي الاماميه، وعجله القياده متعدده الوظائف مالتي فانكشن ومكسوه بالجلد قابله للتعديل لاعلى واسفل وليس تلسكوبيك، وكمبيوتر رحلات بشاشة رقمية 3.5 بوصة مدمجة في لوحة العدادات، يوجد مخرج USB للداتا وثلاث مخارج USB للطاقة ومخرج طاقة 12 فولت، ونظام معلوماتي ترفيهي شاشة عرض 10 بوصة ملونة تعمل باللمس، انفوتيمنت سيستم مجهز بنظام انكالينك ميديا سيستم لربط الهاتف، يدعم نظام ابل كار بلاي ويدعم نظام اندرويد اوتو، ويمكن ربط الهاتف بالبلوتوث لاستقبال ورد المكالمات، والشاشة متصلة بنظام صوتي من 6 سماعات، 4 سماعات في الأبواب وسماعتين تويتر في القوائم الأمامية للسيارة. دي كانت مواصفات الفئة الثالثة من السيارة MG 5 Luxury. أما الفئة الثانية MG Comfort تقل الآتي: الهاند بريك يدوي زراع ميكانيكي مش زرار كهربي، الوسائد الهوائية الإرباج 2 للسائق والراكب في الأمام بدلا من 6،
مصابيح الإضاءة الأمامية هالوجين وليست ليد. المرايات الجانبية ليست ضم أو ليست غلق كهربي. لا توجد فتحة سقف كهرباء. لا توجد كاميرات للرؤية 360 درجة، فقط كاميرا ركن خلفية. بدون دخول ذكي للسيارة بدون زر البصمة، الدخول بمفتاح عادي. فرش السيارة فرش قماش أسود وليس جلد. ولا توجد سخانات في الكراسي، والكراسي الأمامية للسائق والراكب في الأمام تعديل يدوي في 4 اتجاهات فقط وليست كراسي تعديل كهرباء. شاشة العرض الانفوتيمنت سيستم 8 بوصة بدلا من 10 بوصة، ولا تدعم ربط الهاتف بنظام أبل كار بلاي ولا نظام أندرويد أوتو، ومتصلة بأربع سماعات بدلا من 6 سماعات. أما الفئة الأولى MG5 كلاسيك بتقل عن الفئة الثانية الآتي: توجيه الطارة الدركسيون كهرباء درجة واحدة وليس ثلاث درجات حسب السرعة، يعني لا يوجد تحكم في تقل الدركسيون حسب سرعة السيارة. لا توجد مصابيح إضاءة نهارية DRL. لا توجد سخانات للمرايات الجانبية. لا توجد حساسات للركن الخلفي. لا توجد كاميرا خلفية. جنوط السبور مقاس 15 بوصة بدلا من 16، ومقاس الإطارات 195/65. عجلة قيادة غير مكسوة بالجلد وبدون مالتي فانكشن. تكييف الهواء تحكم يدوي. تشغيل السيارة بمفتاح عادي. لا توجد شاشة عرض نظام معلوماتي ترفيهي، فقط يوجد كاسيت يدعم البلوتوث ومتصل بأربع سماعات. يلا نبدأ نظرتنا التقييمية الفاحصة الماحصة لكل المواصفات الخارجية والداخلية للسيارة بعد الفاصل.